شكرا لكم حاضرين وحاضرات بكل هذا الجمال وهذا الجلال. شكرا للست ليلى على ما قدمته عن تجربة العراق، وشكرا للشاعر صباح الدبية التي وصفتني بوصف ربما يعني سأتمدد طويلا ولن أصل إلى حواشيه التي ما زالت تقصني. أتيت من العراق من أقصى البوابة الشرقية في الوطن العربي في الخليج العربي إلى أقصى المغرب العربي في المحيط الأطلسي، من أبي نواس، من أبي تمام، من المتنبي، من بغداد العرب، ومن النخيل، ومن قبر الجنيد والشيخ عبد القادر الجيلاني الذي نلقبه بالباز الأشهر، ومن أبي حنيفة النعمان، ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن الحسين رضي الله عنه، ومن كل ذلك الوجع أتيت إلى المغرب التي أطفأت شمسي رغم طول إشراقي في هذه المسافة البعيدة في الوصول إليكم. شكرا لكم مرة أخرى، ولن أطيل عليكم بعد أن أطيل عليكم في كلام في الكلام. أتيت وقافيتي مركبي بنور ولي ووحي نبي، أتيت يشاكسني المستحيل مشاكسة المعجل المعجب، أتيت وقبر الجنيد القديم يحدث عن بازم الأشهب، يحملني خمرة من تقاه خضراء صوفية المذهب، لأسكبها في كؤوس من الحب لم تملقط ولم تشرب. أتيت من الوطن المستباح من الهور والجبل المتعب، من النخل ينبع خوف البساتين، من دجلة العطش الأطيب، من الغازلين خيوط النهار قصائد للمجد لم تكتب، من الذكريات وخيل الفرات وحزن فتاة ودمع صبي، أتيت بقرآن كل العراق لأتلوه في حر المغرب. لأجلك هذا الضنا والظما فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت وإن شئت تبقيهما كن. وأنت تجهل أين رأسك.
منيت نفسك موطنا لو لو فخانتك المنى أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا ارحل ستهجرك المنازل يا كل شيء فيك راح قد غادرت كل الفصول ولم تعد تأتي السنابل فلمن مواسمك العجاف كتبت أغنية المناجي كم أثقلت يدك الجراح وكم تحاول أن تحاول عد تمنيت أن يطول بقاؤه ما تضاءلت لا يسعك فضاؤه وتمهل فللرجوع ابتداء وتعجل فللذهاب انتهاء تحتك الكل يختبي من قرون ثم يغريك تحتك الاختباء ولففت الجميع